طيب يا اخوان نذكركم بالوقف. وين الكاميرا؟ هذا هو صح؟ الله يعطيكم العافيه. مشاهدينا الكرام نذكركم في الوقف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقه تطفي غضب الرب. يعني انت تستشعر ذا الحديث ان الصدقه تطفي غضب الرب، وما نقص مال من صدقه. فتبرعوا بالشيء اللي انتم تقدرون عليه، اذا انت ما تقدر انشر، وان شاء الله انك شريك باذن الله في الاجر. ارقام حسابات الجمعيه طالع عندكم على الشاشه، واذا تبغون يعني تطلعون زياده ادخل على حساب قناه الواقع الفضائيه في تويتر، وعندهم جميع الحسابات، وعسى الله يكتب اجرنا واجركم يا رب العالمين. طيب عبد الله، مفلح في ناس يعني يعتبرون يعني ما يقدر يطلع. لا، الواحد يتصدق، لو يتصدق بريال عن اهله يبي الله يوفقه، ويبي الله يفتح له باب رزق حلال. حيض الله وجهك. يعني في مفلح في ناس يفكرون لا ما اقدر انا اتصدق، ما اقدر. صح. في ناس يقولون مبالغ كذا وكذا وكذا. لا، تصدق، لو تصدق بريال تلقى عند موسى الحسن عند الله يمكن شيء كبير. بيض الله، الله وجهك يا عبد الله. كلام جميل وكلام طيب. طيب عبد الله كيف تشوف النظافه هنا؟ طيب ابشر، خلاص بسجلها بسجلها يا عبد الله. بنبرز بنبرز. طيب خلينا نشوف. لا نشوف هناك شيء، خلينا نشيك. شوف اخر هنا ازحف. لا قبيل، انا شايف لي حوسه قبل شوي. ايوه توكم الحين. الفرن. طيب تمام. شوف 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 تمام. هذا النظافة فريق سيف. تمام. في شيء ما شفته ترى. ابشر ابشر. عين طباس صح، عين طباس صح. يلا ها. اوه مشكلة، خلينا نشوف. لا لا لو سمحت، لا تسقط. دقيقة لو سمحت. اصبر اصبر، خلينا نشوف. امين. طيب حلو حلو حلو. لا خلوا الطراف عادي، بس اهم شيء ان هناك. شوف دجاجهم ما هو نظيف، دجاجنا نظيف. لا الدجاج يعتبر. طيب. هذه مندي وهذا